في لقاء خاص للتلفزيون المصري أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن المنتدى هذا العام له طبيعة خاصة، مشددة على أنه صناعة مصرية أصيلة. الحقيقة أنه منتدى هذا العام له طبيعة خاصة، النسخة الرابعة، مشاركة الشباب العالم ومشاركة الشباب المصريين في الخارج في هذا المنتدى بيبعث برسالة الحقيقة إيجابية جدا عن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإعطائهم هذه الفرصة لطرح أفكارهم، طرح توصياتهم، المشاركة في صنع القرار السياسي المصري، الحقيقة ده بيوري لشباب العالم الخصوصية الجميلة للدولة المصرية. هذا المنتدى صناعة مصرية أصيلة منذ الفكرة لغاية التنفيذ، والنسخة الرابعة نجاح لهذه الفكرة واحتواء والحقيقة رعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية. فبالتأكيد الموضوعات اللي بيتم تناولها في هذه الجلسات موضوعات طبعا متعلقة بالتغيرات المناخية، متعلقة بالتطور التكنولوجي، متعلقة بحقوق الإنسان، بالمبادرات الرئاسية زي حياة كريمة. كل ده أيضا موضوعات بتؤدي إلى الترويج لجهود الدولة المصرية ومشاركة